معنا من دبي الدكتورة نوال العباسي، أخصائية أمراض نسائية وعقم وولادة. دكتورة مساء الخير، أهلا وسهلا بك معنا. منذ عقود مضت وحتى الآن هذا الأسلوب متبع في كثير من مستشفيات العالم، خاصة في الدول العربية. إذا كانت هذه التدخلات الطبية غير ضرورية، لماذا تعطى للحامل أثناء المخاض تحت مسمى تقليل مخاطر الولادة؟ القصد، السلام عليكم. عليكم القصد من تسريع الولادة أو الطلق الصناعي هو مساعدة المريضة في حالة كونها احتاجت إلى هذا الإجراء. الطلق الصناعي أو تسريع الولادة مختلفين. نعم، أعتقد تسمعيني. أسمعك دكتورة، تفضلي. القصد من عنده إذا كان الإجراء تسريع ولادة أو طلق صناعي واستخدام الوسائل المختلفة في هذا الموضوع، إذا استدعت الحاجة المفروض نستخدمه، ومو ضروري يكون أنه بدون دواعي أو تدخلات طبية في حاجة المريضة لها. يعني الطلق الصناعي يكون إذا احتاجت المريضة لأي أي تداخل من هذا النوع، المفروض يكون على دراسة أن الطبيب بالفعل المريضة محتاجة أنه نستدعى لها الولادة أو نعملها طلق صناعي. طبعا الطلق الصناعي إحنا نبدي من الصفر، يعني إذا نعمل طلق صناعي مختلف عن تسريع الولادة. الطلق الصناعي المفروض نبدي إذا كانت المريضة مو ما داخلة الولادة لحد اللحظة اللي إحنا نبدي فيها العلاج. نعم، تسريع الولادة هي بادية الولادة وإحنا نسرعها فقط لا أكثر. في دولنا العربية دكتورة هذه الطريقتين متبعة بشكل كثير يمكن القول؟ عشوائي؟ لا ما أعتقد، لأنه إحنا طبعاً إذا المريضة محتاجة المفروض إحنا أكو دواعي إدنا كرايتيريا خاصة استدعيات خاصة نبدي بها طلق صناعي. إذا المريضة ما محتاجتها عادة حتى إحنا مرضانا ما يفضلون الطلق الصناعي إذا ما كان إلا دواعي، والطبيب يشرح لهم يترك الوقت الاختيار إلا إذا كانت حالات طارئة. إذا المريضة محتاجة طلق صناعي المفروض المريض الطبيب يشرح للمريض الدواعي الطلق الصناعي. طبعا إذا شيء مهم المفروض الطبيب يطلع حرية المريض يطلع حرية للطبيب إجراء هذا الطلق الصناعي. وإذا ماكو دواعي عادة الطبيب ما يلجأ، لأنه المضاعفات مالت الطلق الصناعي هي احنا في غنى عن ذكرها. يعني ما هي المضاعفات دكتورة؟ مضاعفات يعني ممكن احنا ابسط شيء ممكن احنا نبدا الطلق الصناعي وينتهي بقيصرية، لأنه ممكن يعني احنا اتخذنا الوقت بالوقت الغير مناسب. نعم، يعني ممكن نفشل في الطلق الصناعي ما نكتمله، ممكن تنتهي بقيصرية، ممكن الطفل يتعب والنبض مالته، ممكن الطفل انطلع قبل وقته ويتعب بعد الولادة. إذا دكتورة هي فقط عند الحاجة كما ذكرتي حضرتك لتسريع عمليات الولادة في حال استدعيت الحالة. شكرا جزيلا لك، حدثتنا من دبي الدكتورة نوال العباسي، أخصائية أمراض نسائية وعقم وولادة.